بصوا يا جماعه، يمكن الحلقه النهارده مختلفه عن كل الحلقات اللي فاتت. اي نعم، سابي موجوده معانا الحمد لله طول السنه، يعني كل اسبوع سابي موجوده معانا، بنعرف منها اخر توقعات الابراج وخلافه طبعا من الحاجات اللي احنا بنحبها. لكن حلقتنا النهارده بقى حلقه مختلفه جدا، حلقه يعني بدايه سنه جديده ان شاء الله هنبداها معاكم خلاص يعني. واهم حاجه نعرف بقى يعني كل واحد حابب يلعب كده ويعرف يعني احنا رايحين فين، الابراج بتاعتنا بتعمل ايه، التوافقات والحاجات الحلوه طبعا اللي دايما سابي بتقدمها لنا خبيره علم الفلك والابراج. يا سابي كل سنه طيبه. انتوا طيبين. اخبارك ايه؟ طيبه يا سابي، وهابي نيو يير، ويا رب السنه دي ان شاء الله تحقق كل حاجه نفسك فيها. اهو انتوا. اخبار يا سابي؟ الاخبار كله حلو الحمد لله تمام. طيب سابي، قبل ما نبدا كده عن كل برج ويا ترى هيكون احواله ايه، عامله ازاي في 2021، نستبشر كده ونتفائل ونقول 2021 ممكن بشكل عام تبقى عامله ازاي وفقا للابراج. اكيد تاني برضو هقولها زي ما بنقول كل سنه، احنا اللي بنخلي الحاجه الحلوه تجينا، واحنا اللي بنخلي الحاجه الوحشه تجينا. صح، بنعملها جذب. اتعلمنا اهو خلاص بقى الموضوع. يعني احنا اللي في ايدينا، حتى لو جاي لنا حاجه وحشه ان احنا تبعد عننا، حتى لو ما بنفكرش، حتى لو احنا متشتتين او اي حاجه، ان احنا يبقى املنا في ربنا كبير ان هو واقف معانا، او ان هو هيرضينا، او ان هو هيعديها ان شاء الله. وبرضه هقولها تاني، دايما لما الواحد فينا بيكبر على اي حاجه بتصغر، لما بيصغر بالحاجه بتكبر. فلازم نشوف الحاجه، يعني دايما لما يحصل اي حاجه مش لطيفه ممكن نقوم قايلين ايه، ربنا هيحلها لنا ان شاء الله خير، انا متفائله. الحاجات دي كلها بتخلي الامور تمشي. بتقل. ما بنشوفش الحاجه الوحشه، او دايما عندنا يقين بان الحاجه يعني هتنجح او هتخلص او المشكله تتحل. ده مهم جدا. في ناس بتقعد تهول المواضيع وتقعد تندب وتقعد تعيط وتقعد تعمل طاقه سلبيه، المشكله بتكبر وبتقعد تحكي وتقعد تعمل، وبعدين الحكاوي الكتير للناس اللي حوالينا كمان، هتلاقي كل شويه الناس هتبتدي تسال عليكي تفكرك بالموضوع. فده غلط. هل في اي احداث فلكيه هتحصل ممكن تاثر على الامور بشكل ايجابي او سلبي؟ كتير. ايه بقى؟ طب ما تقولي كتير. مبدئيا السنين اللي فاتت الناس لما كنت بتيجي تتكلمي عن الابراج والحاجات ديت، اوكي، يقعدوا يقولوا تخاريف او ما عندهمش شويه، أو مش قاريين، مش معتقدين في الموضوع بس خلينا نقول السنين الاخرانيه كانت بقت ناس كتيره بتعتقد في الموضوع، ويمكن يكونوا الرجاله كمان اكتر من الستات. اوكي، عايزه اقول لك ان في حاجه هتحصل في 2021 هتخلي الناس بيسعوا ان هم يتعلموا، او هيبقوا حاجه مسلوبين ارادتهم ان هم رايحين في الموضوع ده قوي قوي. يعني ايه؟ لا وضحها اكتر. طب هنقولها بس مش في ده، مش يعني في ده. طب حابه نبدا منين؟ يعني حابه نبدا مثلا شكل 2021 عامل ازاي بشكل عام كده، ونبدا معاكي بقى بكل برج، ولا حابه ايه؟ يلا بينا. طب يلا بينا نبدا. الحمل. يلا. الحمل السنه دي اللي هي 2021 هتبقى سنه السعي بالنسبه له. تمام. لازم يسعى كتير علشان اموره تمشي. اي نعم، اول 3 4 شهور الدنيا مش هتبقى حلوه عنده، بس عنده 5 و6 و7 هيبقى في عنده انفراجه. اوكي، هيبقى عنده شغل جديد او انتقال لمكان جديد. بنات الحمل عندهم جواز او ارتباط من حد جديد مش حد قديم، القديم اللي في حياتهم لو هم لسه معاه هيسبوه، او هيحصل حاجه هيبعدوا عن بعض. الارتباط من حد جديد. وغالبا جاي من سفر، او يعني ممكن ما يكونش نفس الجنسيه، ممكن يكون قاعد بره، لان هم هيسافروا كتير. ومعظم برج الحمل، رجاله الحمل او وبعض من بنات الحمل، هيبقوا دايما بيسعوا للسفر بره الدوله اللي هم عايشين فيها، او لهجره. اوكي، ورجاله الحمل اللي متجوزين وبينفصلوا، اي حد يرتبط بحد راجل حمل لو قال له هتجوزك ما يصدقوش، لان راجل الحمل بعد ما يطلق مش هيتجوز تاني. مش هيتجوز تاني، عايز يعيش. هي قاعده ثابته يا سيدي، يعني خلاص ثبتنا نسبه كبيره. بص خلينا نتفق. تمام. ان انا واحده بتاعت ارقام شويه. أيوة. يعني في حسابات، في عارفه مين يعمل ايه ومين ما يعملش ايه، لان الحمل من اساسه لما بيتجوز اول مره او بيخلف او ما بيتحملش مسؤوليه، او مش عايز يتحمل مسؤوليه. تمام. فهو جربها مره واحده مش هيكررها. طب سابي، قبل ما نكمل بقيه الابراج، في سؤال دايما كده بيسالوا، مين هم يا ترى الابراج الاكثر حظا في 2021؟ اوكي، اول حاجه الحوت. اوكي. هل اوكي، برج الحوت عنده نسبه كبيره. مبروك يا خالد.
خالد عنده جوازة تانية. كده مش هيزغرط، كده هيصوت. مخرجنا جميل. برج الحوت هو أول برج يعني عنده نسبة حظ غير عادية، غير عادية في الشغل وفي الفلوس وفي الجواز وفي السفر، فحظ عالي بطريقة غير عادية. حلو قوي. أوكي. برج العذراء. حلو. برج العذراء في الرجالة هيتغير، هيبقى مايل للاستقرار، مش عايز زحمة الزحمة من الحريم الكدابة أو البنات الكتير، هيتغير. أوكي. برج الثور. حلو. برج الأسد. برج الأسد النص الثاني من السنة، من شهر 5 لآخر السنة، هيبقى هو أول برج نسبة حظ عن أكتر من الحوت، بس من بعد شهر 5. تمام. أوكي. عندنا برج الدلو. برضه من الابراج المحظوظه السنه جدا جدا. حلو. جدا بس نقدر نقول انه السنه دي سنه برج الحوت. برج الحوت. والاسد من نص السنه. من نص السنه. والدلو، الدلو عنده فلوس وسفر وحاجات كتيره، والطور والعذراء قلت. طب حلو، ننقل بقى تاني على كل أبراج. برج. اوكي. احنا خلصنا الحمل. الحمل. نخش على برج الثور. برج الثور شايفاها انها سنه انفراجات عنده. تمام. عنده شغل جديد، انتقال من مكان لمكان جديد، عنده سفر في دول عربيه ودول اوروبيه. راجل الثور بيدور على، هيبقى جامع ما بين زوجتين. يعني راجل الثور هيبقى لو حد من الثور متجوز وحد تاني بيحبه في حياته هيتجوزه، بس هيبقى اول في الاول هتبقى في خفه او مداريه، وبعد شويه هيعلن ومش هيبقى همه. ودي من حاجات اللي عمره ما كان بيعملها راجل الثور، عمره ما كان بيجمع ما بين اتنين. عنده تغيير. هيجمع ما بين اتنين. وست الثور بتميل للاستقرار. ست الثور هتخش قفص الزوجيه بتميل للاستقرار اكتر، او الاول ما كانش بيعجبها العجب، او كانت في رولز، او تحس ان هي متنكه شويه عايزه حد تفصيل بمواصفات معينه. لا خلاص في تغيير. هتبقى حد مناسب كويس، هتقوم عايزه تستقر، عايزه تعيش حاله استقرار اكتر. بتميل لده. والاثنين عندهم مال كتير، عندهم مناصب كويسه، عندهم عمليا وماديا ومعنويا الامور ماشيه. لكن وهتبقى أسرع. لكن نسبة حظ الراجل الثور أعلى من نسبة حظ في النص الثاني من ال، لا ده طول السنة، طول ده برج الثور من أول السنة ماديا وعمليا هيحس بأن هو الدنيا ماشية انفراجة، يعني انفراجة عنه غير طبيعية. حل. لأن هو اوريدي بقاله سنتين ثلاثة شغال على نفسه. تمام. أوكي. نيجي لبرج الجوزاء. برج الجوزاء سنة التغيرات بالنسبة له. دايما بيقال على برج الجوزاء أن هو عنده ازدواجية. لا، برج الجوزاء مش هيبقى عنده ازدواجيه خالص. وهيبقى عارف هو عايز ايه، وهو اوريدي بقاله فتره مركز عمليا، فهو الفتره اللي جايه هيبقى مركز عمليا، وهيبقى عنده انتقال من مكان لمكان، من منطقه لمنطقه او من دوله لدوله. يعني مثلا لو ساكن مثلا في مصر الجديده هينقل لمكان تاني، حتى لو ساكن جديد. عنده نقله، لان هو عنده انفراجه وعنده حظه في الرزق من المال جايله. من ما تفهميش منين جايله. يعني ربنا هيرضيه بعد سنتين ثلاثه فاتوا. اوكي. بس عنده حاجه مش عارفه اقولها ولا لا. عنده اكتر حاجه هتزعله برج الجوزاء الابراج الهوائيه كلها الكلام ده ليها، سواء جوزاء او ميزان او دلو. عنده حاله وفاه من حد من اهل بيته، هيزعل عليه. لأن هو عنده مشاكل مرضية في حياته، هيزعل عليه. بس هو هيبقى هو يعني اللي هو إيه، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، لأن هو الشخص ده تعبان، فكان يبقى يعني أحسن أن هو يعني أنه ربنا يفتكره. فاهمة قصدي؟ المفروض أن بعدها هيجيله رزق وتعويض وخير. يعني هي كبوه في الحياه ممكن الابراج الهوائيه شويه، فيعني وممكن ما تحصلش، ممكن يعني ربنا قادر على كل شيء. يعني بالظبط. بس اللي هو ساعات ربنا بيوجعك بحاجه وبيراضيك بحاجه. مش قصدي حاجه وحشه او قصدي حاجه قصاد حاجه، بس قصدي اقول ان ساعات بيبقى في حد في حياتنا تعبان. ان هو ربنا بيرحمه يعني. اوكي. ماشي. نيجي عنده سفر. عنده عرض شغل حلو قوي قوي هيتعرض عليه.
عنده مستقبل مختلف، لان هو هيتغير كليا وجزئيا، يعني عنده تغيير، هيبقى مركز، تركيزه هيبقى كله عملي جدا 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 جدا، كله في الشغل، رايح ناحيه الشغل. لكن بنات الجوزاء حظها عاطفيا هيبقى اخر السنه، النص الثاني من السنه او ثلاث شهور الاخرانيين، مش اول السنه، لكن عمليا وماديا حظهم عالي جدا جدا جدا. نيجي لبرج السرطان. برج السرطان السنه دي سنه الصدمات عندهم. اوكي. اوكي؟ لان هم ما بيتغيروش، ما بيتعلموش عندهم، او اصرارهم على اللي هم فيه مخليهم متاخرين كتير. عندهم صدمات اكتر من صدمه. ناس قريبين منهم جدا، اخوات، قرايب، اصحاب، جيران، عندهم صدمات من ناحيتهم. السنه دي عندهم الدنيا مش هتبقى لطيفه قوي غير النص الثاني. اوكي؟ عمليا، لان هم هيفوقوا متاخر، هيبتدوا من شهر 5 أو 6 يبتدوا يعيدوا حساباتهم تاني ويغيروا من نفسهم ومن تفكيرهم. فبنصحهم بان هم ما يفكروش نفسيهم، يشوفوا حد هم بيثقوا فيه يفكر لهم. ماديا اخر السنه، اخر شهرين من السنه يبتدوا حالهم المادي يتعدل. اوكي. نيجي لبرج الاسد. برج الاسد بقول لهم واخدين نسبه كبيره من الحسد. ما يتكلموش، ما يحكوش عن افكارهم ولا عن مواضيعهم، علشان الحسد بيطولهم جامد جدا جدا. عندهم علا ومركز عالي جدا جدا جدا. اول شهرين ثلاثه هيبقى في عندهم مكايد من حد، من ناس مدبره لهم، بيدبروا لهم مكيده، بيعملوا لهم حاجات، والحاجات دي من ناس اصحاب او قرايب. بس هم هي هتكتشفهم او هو هيكتشفهم، وهيعرفوا مين، وهيبقى الاشخاص اللي بيعملوا لهم مكيده هيبقى عندهم فضيحه. اوكي. عندهم علا، عندهم مناصب عاليه، شراكه مع ناس، مناصب عاليه. عندهم ماديات حلوه جايه لهم. عندهم عاطفيا ارتباط حلو. بالنسبه لبرج الاسد هتبقى سنه الفرح بالنسبه لهم. يا رب. الفرح عمليا وعاطفيا. يا رب. نيجي لبرج العذراء، هي سنه الحب. رجاله العذراء وبنات العذراء بيدوروا على الاستقرار والاحتواء. عايزين يستقروا وحد يحتويهم وحب، بيدوروا على الحب وبس. عمليا عندهم حظ عالي، هيجتمعوا يعني هيجمعوا ما بين اكتر من شغلانه، مش في كارير واحد. اوكي. او في كارير واحد، هيجمعوا ما بين 3 4 5 شغلانات مع بعض. لان هم مش عايزين، يعني عايزين يبقوا واقفين على ارض صلبه، عايزين فلوس كتير، او بيدوروا على الماده والحب. هيبقوا مرزقين بطريقه غير عاديه. عندهم دموع فرح هتحصل لهم من اهل بيتهم. يا رب. عندهم سفر، عندهم انتقال من بيت لبيت، عندهم شراء عربيه وانتقال من بيت لبيت، عندهم شغل جديد في اكتر من شغل. بالنسبه لهم سنه الحب، وهيبقى حظهم عالي بطريقه غير عاديه. نيجي لبرج الميزان. برج الميزان سنه المناصب. برج الميزان السنه دي عندهم مناصب عاليه. بس يغيروا تفكيرهم. ويبعدوا، برج الميزان يبعدوا عن اي حد بيتكتك لحاجه او يبقى هو موضع شك. يعني برج الميزان لو حظ ان هو في حد جنبه موضع شك، او حطه في جمله مفيده ان هو يبقى موضع شك، او ان حاجه تشبهه، يبعد عنه. تمام. علشان يعني في مكايد بتتدبر له، بس هو ذكي، يعني مش ما يتخافش عليه، من الابراج اللي ما تخافش عليها خالص، لان هو عنده حضور وذكي وبيلقطها. فاي حد بيوديه لسكه ان هو يبقى في مصدر لجمله مفيده مع اي حد، يبعد عنه. تمام. يبعد عن المشاكل، يعني يبعد عن المشاكل تماما. تمام. ويبعد عن اي حوارات او اي جمله مفيده، ويبعد عن اي حد بيعمل مكيده لحد، تكتكه، بيفكروا الحاجه. لان هيحصل، هتتعرف، ما يشتركش في مخططات يعني خالص. اوكي. خليني في حالي. يبقى منه لنفسه. اوكي. عنده ماديات هتحصل له، عن ميراث، عن دين قديم ليه، حاجه عايزين يبيعوها وواقفه ما بتتباعش هتتباع. عنده حاجه إيراث هيجيله، هيبقى فتحه خير عليه. تمام. نيجي لبرج العقرب. برج العقرب دي هتبقى سنه التغيرات بالنسبه له، لان هو التطورات، سوري، سنه التطورات بالنسبه له، لان هو كبرج يعني بيطور من نفسه، بيشغل على نفسه. برج العقرب عنده انتقال من بلد لبلد، عنده سفر لاكثر من دوله. هيشتغل، هيجمع ما بين اكثر من شغلانه. عنده مصالحات عائليه، او هيبقى مدي وقت لعيلته اكثر.
عنده حد من العيله من عيلته كان في بينهم خصام، هيبقى في تصالح ما بينه وما بينهم، هيركز شويه في العيله اكتر. برج العقرب بيركز في العيله الفتره اللي جايه دي اكتر، لاهله وكده والقريبين، وعمليا الدنيا عنده هتظبط، وماديا برضو الدنيا عنده ماديات كتيره جايه له. نيجي لبرج القوس. برج القوس عنده سنة تعويضات، لأن هو كل اللي هيحصل له برج القوس إن هو عنده تعويض مادي أو معنوي أو عملي. عنده فلوس كان شغال في حتة وما أخدهاش هياخدها. المفروض إن هو كان يبقى في مرتبة أعلى عمليا، هيترقى. معنويا عنده مشاكل مع ناس هيرضوه. أوكي، لأن هو سلبي، هو ما بيواجهش، فكل دوت هو حقه مهدور فيه، فهو كان مديله ظهره، وده كله هيرجع له. ماشي. برج الجدي. برج الجدي عنده نقطة من أول السطر. حلو. برج الجدي هيحس ان هو عاطفيا الفتره اللي فاتت اتظلم او ان هو مظلوم، فهو هيبقى نقطه من اول السطر ان هو داخل حياه جديده او ادى ظهره لناس كانوا موجودين في حياته مش مقتنع بحاجات واحداث بتحصل، هيدي لهم ظهره، هيبتدي من اول وجديد، وغالبا في حد كان قديم في حياته هيقابله. اوكي، هيرجع له تاني او هيتعامل معاه تاني. اوكي. يخلي باله لأنه هو عنده حاجة عمليا هتحصل اللي بيها، يا إما يطلع زي الشعرة من العجينة يا إما هيلبس في حيطة وهيمشي، فيخلي باله من حاجة عمليا. لأن لو هو اتعرف أو ما خدش باله هيبعد عن الشغل أو هيسيب الشغل، هيحصل مشكلة، وهيرجع يبتدي من أول وجديد تاني كأنه ولا كأن الخبرة اللي عنده دي كلها موجودة. تمام. فيخلي باله وياخد حذره. برج الدلو عنده بساط الريح، يعني ما يتخافش عليه في أي حاجة خالص، عنده رزق معرفش جاي له منين، زي ما يكون لقى الفانوس السحري عمليا وماديا وعاطفيا، لأن هو ذكي جدا سواء ست أو راجل. الدلو أذكياء جدا جدا وبيحسبوها وعارفين خطواتهم عاملة إزاي، ودايما بيدوروا على مصلحتهم، يعني دايما بيشوفوا المصلحة فين وبيمشوا وراها. فما يتخافش عليهم السنه دي خالص، عندهم حظ عالي غير عادي. برج الحوت تعتبر سنه الحظ. الابراج الكويسه اللي انا قلت لكم عليها لما نقرب منهم حظنا بيعلى. يعني الابراج اللي قلت لكم عليها دي لما نقرب نعمل شغل مع بعض، نصاحب حد من الابراج اللي هي عندها نسبه حظ، احنا امورنا بتمشي. هم بيبقى طاقتهم الايجابيه علينا حلوه. تمام. فامورهم بتمشي. برج الحوت هو زي ما انا قلت في اول الحلقه هو اكبر نسبه حظ، ده وده تعويض من عند ربنا ليه، لان هو كان بقاله من 8 ل 10 سنين اموره مش حلوه خالص، الدنيا ما كانتش ظريفه عنده خالص، قاسى كتير. يعني عنده جواز، عنده ارتباط، بس بنات الحوت الجواز اللي عندهم والارتباط اللي عندهم حد مش من دولتهم، او حد مش هيبقى مثلا لو هم مصريين مش هيبقى مصري. اوكي، جنسيه اخرى يعني. لان هم بيبصوا على كاتيجوري معين، يعني ما بيتنازلوش عن مستوى معين. اوكي. عمليا عندهم هيجمعوا برضو اكتر من شغل او هيبقوا في حته تانية. ماديا عندهم ميراث، عندهم هيورثوه، عندهم فلوس كانت عندهم حاجه هتتباع، عمليه شراء وبيع، هيشتروا عقارات كتير، امتلاك عقارات كتير ما بين شقق او شراكه في شركات مع ناس مهمه، عندهم علاقات مهمه وطيبه. كويس. طيب سابي، نقدر نقول على 2021 هي ان شاء الله يعني هتبقى افضل من 2020 ولا؟ هتبقى افضل كتير ان شاء الله من 2020. هيبقى فيها هدوء شويه، او يعني يمكن عشان 2020 كانت صدمه الكورونا. فكانت احنا مش فاهمين في ايه، كان كل العالم مش فاهم في ايه، فكانت الصدمه كانت مفاجاه. لكن دلوقتي احنا داخلين على 2021 احنا عارفين فيها ايه، شايفينها قدامنا. الصدمه. طب الكورونا رايحه فين؟ اخبارها ايه؟ بص هقول لك. الكورونا هتفضل شويه موجوده حبه. اوكي. لكن هتحصل عدد الاموات هتبقى اكتر. ايه يا سيدي، يعني انا بقول ان هي اللي هي في اول 2021 هتبقى الناس يعني هتتعب هتموت، ما مش هيبقى يعني في الموجه الثانيه اعلى شويه، اعلى شويه. وهيبقى في نسبه موت اكتر. مش هيبقى في لقاح ومصل وان شاء الله العالم كله؟ في علاج تاني، في علاج تاني غير اللي موجود دلوقتي. تمام. هو لسه ما اعلنش عنه من دوله ما. اوكي. لسه ما اعلنتش عنه.
هيظهر، وده هيبقى علاج كاني ولا كان في كورونا. هيمشيها بقى يعني ولا هي مش ولا هو على فكره هو كورونا فيها سر، ولما يظهر العلاج ده بظهور العلاج ده اللي بقول عليه هيظهر مين السبب فيها او مين السبب في ان هي حصلت. عايزين نقول ان هو ممكن يكون ربنا بيقرصنا شويه، لان هي مثلا مش عند دوله معينه او حاجه، هي على العالم كله. مش عايزه اقول غضب من ربنا، بس ممكن يكون اختبار من ربنا فينا. اوكي، اللي هو بيقرصنا شويه فوقه. خلينا نقول ان في ناس كتيره كانت شايفه الكورونا من الجانب الوحش وانها خطر وانها خوف والكلام ده كله. انا كنت شايفه ان هي من الجانب الحلو ان هي خلت الناس اهدى وقاعده في بيوتها وقاعده مع عائلتها، خلى الناس عائليا تترابط اكتر. لا تتقرب وتعرفوا على بعض اكتر. في ناس ما كانتش بتقعد مع بعضها كتير، اتعرفوا على بعض، بقى في امور اتحلت، مشاكل اتحلت كتير. رب دارات النفع الحمد لله. يعني بالزبط. من المحن دايما ربنا يعني بيطلع او بيخرج منها منحه. بالظبط، منحه ربانيه الحمد لله. هو انتوا بس كل الناس كنا شايفين ان هو حاجه صعبه او حاجه عشان احنا مش فاهمين حاجه جديده إيه. علينا وما كناش فاهمين، لكن دايما بسرعه جدا لما بتخلص بتشوفي ان هي كانت حاجه صغيره، زي ما بقولنا في الاول لما نكبر على الحاجه بتصغر. بالظبط كده. طيب سابي، هل يعني احنا عمالين بنقول ان احنا نتفائل، يعني ان شاء الله يا رب كده 2021 يكون فيها احداث حلوه وايجابيه، هل تقدري تقولي لنا حاجه زي كده؟ يعني اهم مثلا احداث ممكن تحصل في 2021 بس حلوه مش وحشه. طيب اوكي، خلينا نتكلم مثلا عن التكنولوجيا. ماشي. هيحصل فيها تطور غير طبيعي لدرجه ان ممكن دكتور يبقى في بلد والمريض في بلد ويحصل ويعملوا عمليه. ده في 2021؟ اه 2021 و2022. هيحصل مثلا ان هيظهر كائن او ضوء او حاجه في او من كوكب في السماء. ده بجد الكلام ده؟ اه يا سبي لا يعني عايزين بقى حاجه بجد، يعني ايه كوكب من السماء؟ ثواني إيه؟ احنا مش الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الاقتران؟ اكيد عارفه. ايوه ماشي، ما هو الاقتران اللي حصل الفتره اللي فاتت. بص، هيحصل ما بين العالم البشري والعالم الثاني تواصلات. عالم ثاني مين؟ اللي هي الكواكب. يعني هيحصل، هيبقى فيه يعني مثلا انت كنت مثلا زمان تعرف ان هيحصل فيه موبايل وهتتكلم وهتتكلموا كده اهوت وشايفين بعض. انت قصدك هتحصل طفره تكنولوجيه كبيره جدا جدا جدا، هيبقى فيه حاجه تواصل ما نتوقعهاش. تواصل وروحانيات ما بين عالم وعالم اخر. اوكي، لا نسجل دي بقى. عالم وعالم اخر لدرجه ان الناس اللي عندها دلوقتي روحانيات وشويه شفافيه هيكتروا. سيبي يعني يمكن الموضوع ده عايز له حلقه ثانيه. يعني كل اللي هو عنده مبدئيا، احنا البشر كلها عندها شفافيه وروحانيات، بس في اللي نسب. فاهم ومقتنع ونسب، وفي اللي بالزبط. هو مش مقتنع، وفي اللي بيعرف يستعملها وفي اللي ما بيعرفش يستعملها. بالظبط. سيبي يعني يمكن الموضوع ده محتاج ان احنا نقعد مع بعض شويه، فيعني ممكن نبقى ان شاء الله نتناقش فيه كده في حلقه ثانيه. نورتينا جدا، ويا رب 2021 يحصل فيها كل الحلو اللي قلتيه وما يحصلش كل الوحش اللي قلتيه ان شاء الله. الله باذن الله تحققي كل حاجه نفسك فيها. نورتينا جدا يا سيدي. ميرسي. لسه بكره بقى هنكمل. ايوه ان شاء بكرة. الله لسه في كلام كتير. شكرا يا روى، وهابي نيو يير، وكل سنه وانت طيب. طيب يا جماعه، امين يا رب. طيب احنا حلقتنا النهارده خلصت، وبكره ان شاء الله هيكون معانا برضو حلقه مختلفه من ان بوكس، هيكون فيها ابرز الحلقات اللي احنا عملناها، وكمان سابي هتكمل معانا وموضوع جديد جدا 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 هنتكلم فيه بكره. خليكم معانا لحد بكره. باي باي.